فرق بين القدوة السيئة والقدوة الحسنة. هناك قدوة سيئة، كما يعني في تاريخنا العربي والإسلامي أبو جهل وأبو لهب أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا أشد المعارضين له. ما أحوجنا اليوم إلى القدوة الحسنة، القدوة التي من ورائها لأبنائنا لأجيالنا يكون نتاج عمل صالح، سلوك يحتذى به. حقيقة القدوة يعني كما يعرفها العلماء أنه هو صاحب الخلق وصاحب الصدق وصاحب الأمانة. هذه القيم يجب أن تجتمع في شخص يترجم هذه القيم إلى واقع عملي. رأينا ذلك في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى قال ربنا تبارك وتعالى عن هذا الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. وترجمت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئلت ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه كان قرآنا يمشي على الأرض. القرآن كما نعلم هو مجموعة قيم أخلاقية، قيم سلوكية، ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع. القدوة لا يتخلى عن سلوكه بمجرد أنه يمتلك قيم فكرية، قيم أخلاقية نظرية، لا يكون قدوة إلا عندما يترجم هذه القيم في سلوك. لذلك نحتاج إلى القدوة الذي تتمثل فيه هذه القيم في سلوك.